الأهلي يفوز بخماسية في مرمى الطنطاوية ويغرد بعيدا في الدوري العام المصري بخماسية نظيفة. يستطيع النادي الأهلي أن يتصدر جدول الدوري العام أو يواصل تصدر جدول الدوري العام ب 33 نقطة من 11 مباراة. أولى الأهداف حسين الشحات في الدقيقة 11 من ضربة جزاء صدها علي فرج، ولكن يكملها حسين الشحات مرة أخرى ليحرز هدف المباراة الأول في الدقيقة 11. كهربا ينير استاد القاهرة من خلال أهدافه وأولى أهدافه مع النادي الأهلي أمام طنطا، بيحرز الهدف في الدقيقة 80، هدف المباراة الثاني لمحمود كهربا. ثم الهدف الثالث لأحمد الشيخ من جملة رائعة ولا أروع من كده الحقيقة، علي معلول بيضعها لأحمد الشيخ ليضعها في مرمى علي فرج محرزا هدف المباراة الثالث في الدقيقة 81. ويعود مروان محسن من على دكة البدلاء ليحرز هدف النادي الأهلي الرابع زي ما حضراتكم شايفين، هدف رائع من تمريرة ولا أجمل ولا أروع لعمر السلية ليحرزها مروان محسن في الدقيقة 90. ثم أيضا من تمريرة رائعة من عمرو السلية لكهربا ليضع هدف المباراة الخامس في الدقيقة 91. بخمس أهداف نظيفة يستطيع النادي الأهلي أن يفوز على طنطا. حاجة جميلة جدا، ألف مبروك يا كابتن ماهر، ألف مبروك يا كابتن عادل، ألف مبروك كابتن أسامة. أداء رائع خصوصا في طوال المباراة الحقيقة، ولكن العشر دقائق الأخيرة أعتقد أن فيهم أداء رائع جدا للنادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي، مجلس إدارته، الجهاز الفني، اللاعبين، جمهور النادي الأهلي على الأداء المتميز في الشوط الثاني بخمس أهداف متنوعة زي ما ذكرت كده إسلام، حسين الشحات وكهربا والشيخ ومروان محسن ثم كهربا. يمكن لو هنتكلم على أداء الشوط الأولاني إسلام، يمكن ما كانش بالمستوى اللي احنا شفناه في الشوط الثاني. يعني طبيعي جاي من رحله طويله ورحله فيها 12 ساعه سفر واكتر، وغير ترانزيت مرتين في زامبيا وفي اديس ابابا، وبالتالي اعتقد ان يعني مقبول. واحنا تعودنا حتى النادي الاهلي لما بقى في الشوط الاولاني متوسط فنيا، لكن تعليمات مستر فايلر على طول في الشوط الثاني مع التغييرات اللي بتحصل من خارج الدكه للداخل الملعب بتاثر بتاثير كبير جدا على اداء لعيبه النادي الاهلي. يعني احنا تعودنا على الاشواط اللي بهذا الشكل، لكن النهارده الشوط الثاني كان واضح قوي ان التغييرات اللي حصلت مع تميز لعيبه النادي الاهلي مع احراز الاهداف المتنوعه كلها جمل يمكن تكتيكيه اتعملت من على الاطراف ثم اتعملت مع من العمق ثم الحاجات اللي احنا كمان بنحبها وجمهور النادي الاهلي بيحبها اللي هي اللي فيها الوان تو وبعد كده احراز الهدف. يعني بنقول مبروك للنادي الاهلي، خماسيه يستاهلها، اداء متميز بشكل كبير. وديت اسلام يمكن اخر حاجه واخر مشهد لجمهور النادي الاهلي اللي هو الشوط الثاني اللي بيبدا يفتكر فيه المباراه، لكن لو تسالوا على الشوط الاولاني هتلاقي ايه، يعني يمكن الناس بتنسى، لكن اخر مشهد للنادي الاهلي قدر النادي الاهلي ينهي المشهد الشوط الثاني بشكل جيد وبشكل احترافي في تسجيل اهداف كلها يمكن جمل تكتيكيه متعودين عليها. هنشرح الاهداف واحده واحده دلوقتي. كابتن عادل، تغيير الاداء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. يعني انا عجبني حاجه مهمه النهارده. اتفضل يا كابتن. الاداء النادي الاهلي لعب باداء معلش يا كابتن عادل، هو بالمناسبه لم يكن اداء سيئا في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني بالنسبه نعم التكتلات اللي كانت موجوده بالنسبه لنا الشوط الثاني الحقيقه ده النادي الاهلي اللي احنا عايزين نتفرج عليه دايما. لا، هو اللي عجبني في النادي الاهلي النهارده ايه، تصعيد الريتم. بمعنى ايه؟ بمعنى الناحيه الدفاعيه الشوط الاولاني كانت طاغيه قوي على فرقه طنطا. الهدف اللي انت احرزته في البدايه، انت ضيعت اهداف كتير قوي الشوط الاولاني. كان ممكن الشوط الاولاني تطلع اربعه وخمسه على فكره، يعني النهارده كنت ممكن تعمل نتيجه كبيره واكتر كمان من خمسه، يعني يمكن نشوف الفرص كلها. ولكن الميزه في النادي الاهلي لما بيقدر يجيب جون بيجيب الثاني بيجيب الثالث بيجيب الرابع. الاداء بتاع الشوط الاولاني كان فيه قوه من نادي طنطا ودفاع منظم. لما بدا يلعب على السيناريو الثاني لما جه يلعب على السيناريو الثاني، ويمكن فاكر يا كابتن اسلام دايما بقول لك النادي الاهلي محتاج جون في الاول. لما بيحتاج جون في الاول الفرقه الاخرى دائما عاوزه تعمل السيناريو الثاني اللي هو
يخلص من الدفاع بتاعه عشان يهاجم، فبيبقى فيه للنادي الاهلي مساحات كبيره. على فكره النادي الاهلي عنده السنه دي ميزه مهمه جدا، يمكن الفرقه الوحيده اللي هي في اهدافها، يعني النادي الاهلي وصل ل 33 هدف في 11 مباراه بمعدل 3 اهداف، بمعدل 3 اهداف. الناحيه الدفاعيه يعني. كمان الناحيه الدفاعيه عنده هدفين، دخل فيه هدفين بس برضه في 11 مباراه. مظبوط. يمكن هو الفرق الفرقه، بص اللي وراه اللي في التهديف فرقه المقاولين العرب 18 هدف، شوف الفرق قد ايه من 33 ل 18. لازم تعرف انك انت عندك نجاح كبير قوي في حته التهديف، كمان تنويع الهدافين، يعني في ناس كتيره قوي عملت جابت اهداف السنه دي، ولكن بالنسبه للتغير ما بين الشوط الاولاني والشوط الثاني تغير الفرقه الاخرى بدات تفتح وتلعبك كوره، بدات انت تلعب بامكانياتك العاليه، وبدات انك انت تعمل الثنائيات بتاعتك. تغيير كهربا كان تغيير من التغييرات العاليه قوي اللي ادت ان انت تجيب اهداف اكتر. طيب تعالى لي يا سمير عشان زميلنا ادهم ندى من ملعب المباراه مع كابتن سامي قمصان، شوف هيقول لنا ايه عن هذه المباراه. طبعا الف مبروك. برحب بيكم مجددا كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد الترحيب موصول لكل ضيوفك في الاستوديو نجوم ملعب الاهلي عقب فوز النادي الاهلي بخماسيه نظيفه على نادي طنطا في الدوري العام باداء اكثر من رائع. ينضم الينا الان الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. عنوان كبير يتصدر اللقاء النهارده، الاهلي بمن حضر، اداء اكثر من رائع، وبارك لك على النتيجه. اولا تحياتي طبعا لكابتن اسلام وضيوفه، ومبروك طبعا ليكم ومبروك لجمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت نتيجه كويسه واداء الحمد لله مرضي. ان شاء الله اتمنى ان شاء الله الاستمراريه، واتمنى ان شاء الله الحاله دي تكون ان شاء الله في الفترات اللي جايه كمان ان شاء الله. طمنا على اصابه محمود متولي النهارده. اعتقد لها كدمه في ركبته كده، بس ان شاء الله تكون بسيطه باذن الله. تغييرات النادي الاهلي في الشوط الثاني اسهمت في تحول اداء النادي الاهلي، كهربا احمد فتحي ساهموا في النتيجه والاداء العالي للنادي الاهلي النهارده في الشوط الثاني. الحمد لله ان ده دليل اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها عندها هدف واحد اللي هي اداء كويس. وزي ما انت قلت النهارده بدايه ولا اروع لكهربا، محتاجه جدا من اهم مقاسم المباراه، عودته للتهديب، استمرار مروان محسن نفس القصه، عوده حسين الشحات للاداء، فتحي في مكان جديد وبيأدي الاداء الجيد دوت، كل اللعيبه محمد هاني، كل اللعيبه الحمد لله ادت اداء كويس، واللعيبه مقدره المسؤوليه قد ايه، وان شاء الله ان شاء الله تكون على الموعد ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله. اكيد الاهداف بالنسبه لحسين الشحات وبالنسبه للكهرباء وبالنسبه لمروان محسن، اكتساب الثقه وعوده الاهداف بالنسبه لهم اكيد هتساهم في المباراه المقبله في تالقهم. طبعا مهمه جدا، يعني الاهداف دي بتدي ثقه للعيبه. يعني كان النهارده برده ما انساش طبعا احمد الشيخ برده ادى اداء كويس جدا، من اللعيبه اللي كانت مميزه جدا في المباراه، عمل ضربه جزاء وعمل جون وعمل جهد بدني كويس جدا، ومن اللعيبه اللي كانت بتحافظ على الكوره، فاعتقد برده من اهم مكاسب المباراه برده كده. فذلك زي ما انت قلت ان الاهداف دايما بتدي ثقه وبتدي احساس لعيب اللي هو يعني بيأدي كويس زي ما انت قلت بقى، وان شاء الله اللي جاي احنا خلاص الماتش اتقفل الحمد لله واداء كويس ونتيجه كويسه، ان شاء الله برضو نركز في المباراه القادمه ان شاء الله. بلغه الكوره المكسب بيجيب مكسب والاداء العالي بيجيب اداء عالي ايضا، رايك في المباراه القادمه مباراه المقاولون وتاجيل لقاء النجم، ولقاء النجم شايفه ازاي؟ اولا لقاء المقاولين طبعا فرقه كويسه جدا مع كابتن عماد النحاس، مدرب كويس جدا ومن الناس المميزه جدا في الدوري، تاني الدوري عندهم لعيبه كويسه وقدرات كويسه وحلول فرديه كويسه، لكن زي ما انت بتقول احنا ماشي خطوه خطوه، مباراه ان شاء الله نستعدلها من بكره ان شاء الله، وان شاء الله يكون ربنا يكتب لنا فيها برضه نفس القصه الفوز ان شاء الله. بالنسبه لمباراه النجم يعني مش عاوزين نتكلم قبلها، لكن اللعيبه مقدره المسؤوليه خصوصا بعد الاخفاق في بلاتينيوم، لكن ان شاء الله اللعيبه قادره اللي هي ترجع تاني لوضعها تاني ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرم ماتش النجم وماتش الهلال ونتصدر المجموعه ان شاء الله. دايما النادي الاهلي بياخد كل مباراه على حده وكل بطوله على حده، طولنا صفحه بلاتينم والنهارده عوده الروح وعوده الثقه للنادي الاهلي بالاداء العالي. بص مش عاوزين نقول يعني ان نكبر الموضوع، يعني نعم اي نعم النتيجه ما كانتش مرضيه لينا ولجمهورنا، لكن احنا لسه بايدينا ان شاء الله، واللي احنا ان شاء الله نقدر نحدد مسارنا، عندنا ماتش مهم جدا مع النجم ربنا يكرمنا فيه وناخد 3 نقاط، وان شاء الله برده نفس القصه في ماتش الهلال. فانا شايف ان ده طبيعي، احنا عاملين انتصارات كويسه واللعيبه مأديه كويسه، مش معنى ان انت يحصل لك اخفاق في مباراه ان دي نهايه العالم، يعني احنا عندنا ثقه كبيره في اللعيبه وعندنا ثقه كبيره جدا في جهازنا
وعندنا ثقه اكبر ان الجمهور دايما هيبقى في ظهرنا واعلامنا دايما في ظهرنا، وان شاء الله ان شاء الله مش هنخذلكم باذن الله. كابتن سامي قمصان بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله بالتوفيق في المباريات المقبله. شكرا. مشاهدينا ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان، عوده مره اخرى للاستوديو لك الكلمه كابتن اسلام الشاطر. شكرا ادهم ندى من ارض ملعب استاد القاهره واللقاء مع كابتن سامي قمصان. كابتن عادل حضرتك كنت بتتكلم عن الفارق ما بين الشوطين. يعني الاهم مكان في الموضوع اللي انا شايفه النهارده الاهداف اللي هي بعد الهدف الثاني ما جبناه، اصرار لعيبه النادي الاهلي على الاحراز الثاني والرابع والخامس. الحاجه المهمه كمان النهارده مكسب طنطا كان فيه اهميه كبيره قوي لمحمود كهربا على الاقل. ليه؟ محمود كهربا لما يرجع ويجيب اهداف يبدا يخش بسرعه مع الفرقه علشان انت محتاجه الايام الجايه. طبعا محمود كهربا لعيب كبير والنهارده الهدفين اللي جابهم هيديله ثقه اكبر، حتى مروان محسن لما نزل واحرز هدف. طريقه اللعب عندك النهارده كان فيها اريحيه شويه في حته الباص والتحرك، رغم ان احنا اتكلمنا على الدفاع القوي من طنطا اللي هو ارهق لمده مثلا 30 دقيقه في الشوط الثاني ان هو بيدافع بيدافع بعد بيدافع خلص. بعد ما عاوز يعمل سيناريو المكسب هنا النادي الاهلي قدر زي ما قلت لك كابتن اسلام قدر لما النادي الاهلي بيتفتح قدامه الملعب والفرقه الثانيه بتعمل السيناريو الثاني ما بخافش على النادي الاهلي. طول ما النادي الاهلي متاخر في الهدف الاولاني بتحس تلاقي النظام التكتيكي والدفاع لاي فرقه بتلعب النادي الاهلي بيبقى اقوى. تمام. اسامه الحقيقه النهارده المباراه من وجهه نظرك من الناحيه الهجوميه، خلينا نتكلم عن الناحيه الهجوميه، شفتها ازاي في ظل ان انت جبت خمس اهداف وفي نفس الوقت اضعت على الاقل خمس اهداف؟ خمس اهداف، وزي ما انت بتقول كنت ممكن تزيد كمان الاهداف، ممكن توصل سبعه وثمانيه. النهارده الناس اللي قدام كنت انت محتاج الهدف الاولاني عشان يفك فرقه طنطا، تحقق عن طريق حسين الشحات، كنت ممكن تزيد في الشوط الاولاني كمان اهداف تانية مع الهدف التاني اللي جه متاخر، كان عندك مساحه انك ممكن تزود. النهارده زي ما كابتن عادل بيقول ان كهربا يسجل هدفين النهارده مكسب كبير يديله الثقه. كهربا من اللعيبه المميزه جدا. بمناسبه كهربا يا اسامه معلش انا اسف، كهربا احرز هدفين النهارده في طنطا، بدايه محمد ابو تريكه مع النادي الاهلي النجم الكبير طبعا نجم النادي الاهلي كابتن محمد ابو تريكه، هدفين في نادي طنطا برضو. دي البدايه بتاعه كابتن محمد ابو تريكه، نتمنى ان تكون نفس انطلاقه كهربا مع النادي الاهلي. في لعيب لما يدخل على فريق بيبقى محتاج وقت تاقلم تجانس، لا كهربا من اللعيبه، وانا قلت هنا من مجرد انه يدخل وياخد مباريات هتلاقي يعني النتيجه سريعه وتسجيل اهداف سريع، طريقه لعبه هي اللي بتفرض ان هو يكون متواجد، لعيب بيروح للمرمى، ارقامه قبل كده في الانديه السابقه اللي لعب فيها هي اللي بتقول انه لعيب هداف، لعيب بيجي من تحت، لعيب مهم للفريق، يقدر يشتغل مهاجم، يقدر يشتغل تحت المهاجم. واحنا بنتكلم على النواحي الهجوميه في واحد لازم النهارده ما ننساش دوره، النهارده ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم لعب دور مهم جدا جدا النهارده. النهارده ما شفناش هجمه لطنطا على مرمى محمد الشناوي، النهارده علي معلول كان طاير بلغه الكوره، كان دايما بيتقدم، مين اللي كان بيغطي مكانه؟ كان ياسر ابراهيم. الكلام ده قبل ياسر ابراهيم قلنا الحته دي النهارده كان بيرحل. ما شفناهاش في مباراه بلاتينيو، النهارده انا بقارن مباراه بلاتينيو عشان النهارده ياسر ابراهيم، النهارده ما فيش هجمه، كل الهجمات المرتده لفريق طنطا عن طريق احمد صافي اللي احنا قلنا لاعب سريع فريق طنطا هيحضر ودايما هيعتمد على الكرات اللي في ظهر علي معلول، النهارده ياسر ابراهيم نجح الطريقه النهارده بتاعت فايلر انه واقف صح، دايما بيلعب على الكره الثانيه ويبدا الشغل ثاني. النواحي الهجوميه جونيور اجاي النهارده اتحرك كويس جدا، حسين الشحات لسه راجع من اصابه لكن برضه اشتغل بشكل مميز، احمد الشيخ ظهر في ضربه الجزاء الاولى سجل هدف، عمل كره عرضيه ثانيه لقفشه كان ممكن يسجل منها هدف في الشوط الاول. احمد الشيخ فايلر مقتنع بيه، مقتنع بيه بنسبه كبيره جدا، دقيقه كده كم المباريات اللي بيديها لاحمد الشيخ. النهارده احمد الشيخ نصيحه مني ليه، بيلعب في النادي الاهلي مش مباراه اشتغل كويس ومباراه ممكن اريح، لا كل مباراه لازم يكون 100%. على قد المستوى 100% لازم يكسب سكه فايلر. النهارده بيسجل وبيصنع، المباراه اللي جايه كانه نازل مباراه من الاول، لازم يثبت نفسه، لازم يقول لفايلر، لازم يقول للجمهور انا موجود في كل مباراه. الاهداف بتاعت ربنا، لكن المجهود اللي بيجري للاشتراكات، للالتحامات، النواحي الدفاعيه، النواحي الهجوميه، ده اللي الجمهور طالبه من احمد الشيخ،
ونتمنى له ان شاء الله التوفيق الاكثر خلال الفتره اللي جايه. طيب خلينا نروح نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ ماذا سيقول عن هذه المباراه مع زميلنا ادهم ندى من ارض ملعب استاد القاهره. اتفضل ادهم. من جديد نعود اليكم مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في تغطيتنا الخاصه والخاصه جدا لفوز النادي الاهلي بخماسيه نظيفه على نادي طنطا. ينضم الينا الان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. رغم الاصابات رغم الغيابات الاهلي ماشي في طريقه ماشي في سكته عوده الروح مكاسب عديده النهارده للقاء. الحمد لله الروح ما راحتش اساسا عشان ترجع. يمكن لو بتقصد المباراه اللي فاتت يعني طبعا ما حدش راضي عليها وخصوصا الشوط الاول، لكن في النهايه يعني حالة من التعب بسبب المباريات المتلاحقة والقريبة جدا في المسافة الزمنية ما بينها وما بين بعض، بلس ان انت في ناس بتبعد عنك لظروف اجهاد او اصابات او ما شابه او تريح وجهة نظر فنية يعني. فبالتالي فوز مهم جدا جدا يعني. انا كنت من الناس اللي قلقانة جدا قبل اللقاء لان احنا جايين من رحلة طويلة والفرق الزمني حوالي بتاع بتتكلم في 96 ساعه بس يعني. فكان مهم جدا ان احنا نكسب النهارده وده اهم شيء في اللقاء يعني. فيما يخص النتيجه احنا بنلعب بطوله دوري، حلو ان انت تكسب مكسب مرتاح، لكن اهم من كل ده 3 نقاط يعني. حسين الشحات وكهربا ومروان محسن النهارده كانوا من مفاتيح اللقاء وسر من اسرار الفوز النهارده للنادي الاهلي. بص انا عندي يعني مين يبقى سبب المكسب يعني بالنسبه لي طبعا كل ما كانت الناس كتيره او المفاتيح زي ما انت ذكرتها او وصفتها يعني كتيره ده بالنسبه لنا طبعا كويس جدا يعني. لكن في النهايه احنا عندنا ثقه في كل المجموعه يعني. علي معلول مفتاح لعب، احمد فتحي النهارده قدم مباراه كويسه جدا في بوزيشن ديفندر في نص الملعب، محمد هاني مفتاح لعب، اول سوليه بيحل. مهم جدا ان يبقى عندك الحلول كتيره ومتنوعه يعني. مباراة قوية جدا للنادي الاهلي الفترة المقبلة، بنتكلم عن المقاولين، بنتكلم عن النجم، بنتكلم عن الهلال السوداني، شايف المرحلة الجاية ازاي في الثلاث لقاءات دول؟ بص كل ما احنا بنبقى كويسين يعني المنافس بالنسبة لنا مش عايز اقول مهما كان هو مين، لكن المهم انت نفسك يعني. النهاردة كمان عشان ابقى متذكر جدا يعني مبسوط جدا بأداء ياسر ابراهيم، واحد من اللعيبة اللي انا على المستوى الشخصي بحبها جدا لانه راجل جدا وفي نفس الوقت يعني صفاته الشخصية هايلة يعني. ايا كان الفرقه اللي بتلعبها طالما انت كويس ومستعد ومرتاح واخد فترتك الزمنيه اعتقد ان الامور هتبقى بالنسبه لك كويسه يعني. خلينا ننتظر ونشتغل، عندنا مباراه جايه مع المقاولين العرب والمقاولين العرب بيقدم موسم استثنائي مع كابتن عماد النحاس، فمهم جدا ان احنا نتعامل مع اللقاء بمنتهى القوه ويا رب التوفيق يكون حليفنا. عارف كويس قوي ان ممكن تبقى بروفه المقاولين العرب او المقاولين العرب بروفه لنفس الفكره او نفس اللعب اللي هيلعبه النجم الساحلي يعني. انا متاكد من كده او متوقع كده ان المقاولين العرب هيبقى نفس الصوره تقريبا او نفس طريقه اللعب اللي ممكن يلعب بها النجم قدامنا يعني. محمود متولي النهارده مفتاح من مفاتيح اللعب وتوظيف جديد، طمنا الاول على اصابته وشايفه ازاي النهارده في اللقاء؟ هو حاسس بالسمانه، يمكن احنا سالناه كتير جدا قبل ما نطلع قفشه، قفشه كمان كان عنده كدمه في الركبه فكان مهم كمان ان هو يرتاح يعني. فسالنا متولي لكن هو قال ان هو كويس يعني، هنشوف بكره ان شاء الله الرحمن، اتمنى يا رب ان ما تبقاش فيها حاجه يعني. بالنسبة لوليد سليمان ورمضان صبحي نجوم من نجوم النادي الاهلي طمنا عليهم. وليد سليمان خلاص خلال 48 ساعة و 72 ساعة ان شاء الله هيكون موجود في التيم يعني. رمضان صبحي الحمد لله كان في تقريبا ممكن على يوم الحد تكون التأم تماما يعني، ودي حاجة كويسة يعني. هيبقى حتى مباراة النجم الساحلي لما تأخر 48 ساعة اعتقد ان ده في صالحنا يعني الحمد لله. دايما الجمهور رقم واحد، جمهور النادي الاهلي دايما رقم واحد، حضرتك دايما تقول جمهور النادي الاهلي عارف دوره، رسالة لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي احنا خلينا نتكلم في كل واحد واختصاصه يعني. احنا في بدايه موسم يعني، السنه دي بتتكلم في المباراه ال 11 يعني، اعتقد ان انت يعني بتتكلم في ثلث الدوري، الدوري كله او ربع ثلث الدوري يعني، انت الدوري كله 34 اسبوع لما يتلعب منهم 11 ده لسه بدري جدا يعني. فمش عايزين نستعجل حاجه ومش عايزين نبقى يعني كميه الفرحه تبقى مبالغ فيها في اي حاجه في اي وقت على فكره، لان انت يعني انت ما وصلتش للخواتيم يعني. وطبعا الخواتيم هي اللي بتدي النتائج يعني، البطوله الدوري او بطوله افريقيا او حتى الكاس او السوبر يعني. فخلينا ننتظر، احنا لحد دلوقتي ما فيش حاجه عملتها خالص يعني، ما فيش حاجه اكيده يعني، في حاجات ملموسه طبعا وكل حاجه، لكن في النهايه يعني انت لسه ما حققناش اي نتيجه احنا عايزينها. الموسم لسه طويل، عندنا بطوله افريقيا مهمه جدا بالنسبه لنا، عندنا بطوله الدوري مهمه جدا بالنسبه لنا، وعايز تكسب وعايز تفوز لازم تحترم الخصم جدا، لازم الاحترام ده يكون مسبق على فكره مش اثناء اللقاء يعني. فلازم يبقى التحضير كويس قوي، الدماغ
الدماغ ما تكبرش، لان كره القدم زي الكوره زي اسف زي الحياه بالظبط او زي الدنيا بالظبط، يعني كل يوم بشكل وكل يوم بحاله وكل يوم بجو تاني خالص يعني. فخلينا نحترم الناس كلها ايا كانت الفرقه اللي هتلاعبها عشان تعرف تتعامل معاها. شفنا امبارح زياره سعد سمير لتمرين النادي الاهلي، النهارده زياره رمضان صبحي الفندق النادي الاهلي. دعم والمسانده والمؤازره اكيد بيفرق مع اللعيبه، الكتله واحده واحده واحده، الدعم والمسانده اكيد بيفرق في مشوار النادي الاهلي الفتره المقبله. احنا فرقه واحده واسره واحده، يعني انا دايما اقول ان لعيبه النادي الاهلي او كل اللي بيمثل النادي الاهلي يعني هم اكنهم بيدافعوا عن بيتهم بالظبط يعني، ومن هنا بتيجي الروح يعني. ما تفقدش الامل خالص مهما كنت بعيد، وفي نفس الوقت ما تستريحش قوي لو كنت متقدم يعني، زي ما قلت لان حال الكره متقلب يعني. لكن الاسره الواحده والروح الواحده والجماعيه وطريقه التعامل ما بين اللعيبه وبعضها ده مهم جدا، ده يدي لك مؤشر على طول على النتائج ويدي لك مؤشر كتير على البطولات يعني. انت بتلعب لعبه جماعيه، ما بتلعبش لعبه فرديه، ما بتلعبش لعبه تنس او بينج او الحاجات اللي هي بتبقى خاصه بيك انت لوحدك يعني، انت بتلعب حاجه جماعيه فالكل مشارك فيها. ممكن ما يبقالكش دور النهارده لكن الله اعلم، ممكن في ختام الموسم يبقى انت سبب من الاسباب الفوز ببطوله الدوري او افريقيا، هيجي لك الدور بتاعك وهيجي لك في وقت كويس قوي، بس انت كمان تكون مستعد له، كن نفسيا مهيئ لده يعني. اخيرا تدعيمات النادي الاهلي في يناير، سؤال طبعا مطروح ودايما بيتسال عن تدعيمات النادي الاهلي في يناير، الصفقات، راي حضرتك؟ يعني اعتقد ان هي صفقه واحده اللي فاضله يعني، النهارده كانت كهربا النهارده بيكتب يعني اسمه في سجلات الهدافين في النادي الاهلي، ودي حاجه كويسه جدا. لكن فاضل لنا صفقه، خلينا مش عايز اقول نتأنى لان احنا خلاص يعني بتتكلم في الرتوش الاخيره يعني، ان شاء الله الرحمن تكون اضافه بالنسبه لنا ويقدر نساعده ويساعدنا كمان في بطوله الدوري وبطوله افريقيا باذن الله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه المقبله. شكرا. مشاهدينا ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، عوده مره اخرى للاستوديو لك الكلمه كابتن اسلام الشاطر. شكرا جزيلا زميلنا ابراهيم ندى من ارض الملعب مع كابتن سيد عبد الحفيظ. اذا الرتوش الاخيره لصفقه من صفقات النادي الاهلي او الصفقه الوحيده المتبقيه للنادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الشتويه بتتم على عهدة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. خلينا ننتظر إذا كان هناك صفقة زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال، الإعلان الرسمي دائما من المركز الإعلامي للنادي الأهلي أو من داخل قناة النادي الأهلي. كابتن ماهر، كابتن أسامة كان بيتكلم في نقطة هامة جدا وهي ياسر إبراهيم ودوره النهاردة الحقيقة، وحتى الكابتن سيد عبد الحفيظ علق على هذا الموضوع. وبالتالي هل ده ممكن نقول إن هو هجوم طنطا اقل مثلا من هجوم بلاتينيوم او اقل من هجوم النجم الساحلي او اقل من هجوم كذا، ولا ده تفوق من دفاع النادي الاهلي ومن ضمنهم طبعا ياسر؟ لا، احنا بنحيي ياسر النهارده لانه بدا يشغل دماغه يعني، ده ذكاء برضك من المدافع انك انت ما تقدرش تمنع معلول ان هو يقوم بواجباته الهجوميه، لانه ده المفتاح اللعب اللي بيبدا من تحت، اللي بيعمل لنا صانع العاب وبيروح وكروساته مؤثره، وزي ما شفنا حتى في اسيست بالنسبه للاهداف اللي جت احمد الشيخ الرابع. احمد الشيخ فالنهارده ذكاء، كنا بنتكلم انا واسامه وعادل ان احنا في اربعه يا اسلام، لما الظهير بيطلع يبقى اوريدي الراجل المدافع اللي قريب منه هو اللي بيميل، صح، ويحصل ترحيل من المدافع الثاني، مظبوط، ويحصل ترحيل بالنسبه للباك رايت. النهارده ياسر مهم قوي ان هو يخش، الثقه دي بالنسبه له ان 90 دقيقه النهارده كسبانين المباراه بخمس اهداف، وفي نفس الوقت كمان ياسر ادى اداء اشاد بيه الجهاز الفني بشكل جيد، حتى احنا يمكن في الاستوديو يمكن اسامه وعادل اشادوا بيه ان هو يعتبر من رجل المباراه في مباراه طنطا. فنتمنى ان شاء الله ياسر ان هو يبقى متواجد بصفه اساسيه، وقلت لك اسلام الحته دي عايزه حد يلعب باستمرار يعني، يبقى في التجانس من خلالها، في اتنين موجودين مستمرين، التواجد بتاع الاتنين السردباكين بيديهم نوع من التفاهم، نوع من التجانس، نوع من الرؤيه، نوع من التامين الدفاعي، يبداوا يفهموا بعض. فنتمنى ان شاء الله باذن الله النهارده توفيق ياسر مع رامي، المباراه اللي جايه ان شاء الله يكملوا المشوار، لان المباراه اللي جايه زي ما الكباتن اتكلموا ان مباراه المقاولين مباراه قويه، وبعد كده النجم الساحلي مباراه اقوى. فنتمنى التوفيق ان شاء الله لخط ظهر النادي الاهلي. كابتن عادل، النهارده ثنائيه محمود متولي وعمرو السوليه مش اول مره نشوفها بالمناسبه، شفناها ولكن يمكن مش لمباراه كامله او مش من بدايه المباراه، دايما كنا بنشوف متولي لما بينزل في وسط الملعب خلال هذه الفتره. شايف الثنائيه دي ازاي؟
يعني عامة جميل جدا ان يكون عندك لاعب بيلعب اكتر من مكان. محمود متولي سيرد باك وكمان بيعرف يلعب ديفندر، على فكرة لعبها كتير قبل كده يعني بس في الفريق القديم يعني في الاسماعيلي لعبها اكتر من مرة، ولكن النهاردة لعبها مع عشان يدي حرية اكتر لعمرو السولية في حتة الهجوم. يعني عمرو السولية النهاردة شفته شاط على الجون كتير قوي، راح وراهم ورا المهاجمين كتير علشان عنده أريحية بالنسبة لمحمود متولي علشان يقف له فيها. ولكن اللي أنا عايز أقوله لك إن المباراة برضو النهاردة يعني تخليك تقدر، يعني الخصم يقدر يخليك إنك أنت تجرب وتشتغل الحاجات اللي أنت المفترض بتعملها، لأنك أنت هدفك الأول والأخير إنك أنت تعدي المباريات اللي جاية، لأن النادي الأهلي عنده مباريات صعبة قوي، فبيوزع الجهد على مجموعة كبيرة من اللاعبين وبيعمل حسابه على ممكن يبقى محتاج واحد زي محمود متولي في الحتة الدفاعية لما يجي يلعب بره مع الهلال، لما يجي يلعب النجم وإن شاء الله نكون كسبانين عايز يأمن. ولكن كانت فكرة جيدة جدا، ويمكن فايلر عملها في 10 دقايق أو ربع ساعة في الأول، وبعدين بدأ في المباراة اللي قبل كده وبعدين بدأ بمحمود متولي. لكن أنا شايف إن هي ثنائية كويسة قوي، بثنائية نصها دفاع ونصها هجوم. وعلى فكرة دائما نص الملعب يا كابتن إسلام المدرب بيفرق يعني المهام على اتنين لعيبة بنسب، مثلا لو احنا محتاجين 200% دفاع و200% هجوم زي ما احنا بنتكلم، لو لعيب نص ملعب بيدافع وبيهاجم ممكن تقسمها على محمود متولي، يعني ممكن يبقى 80% او 90% دفاع و10% وتعكس النسبة مع عمرو السولية. عشان كده انا شايف تحرر عمرو السولية النهاردة وتوزيعه للعب وجاريه الاكتر ويروح على الجون ويشوط على الجون، دي كانت من موضوع محمود متولي. مطمن ان محمود متولي بيلعبها بصيغه السيرد باك اللي هو بيقف دايما يبقى ديفندر ورا اللعيبه كلها. شفت اداء الاجنحه ازاي النهارده اسامه هاني ومعلول والشيخ وحسين الشحات؟ كانوا قافلين شويه فريق طنطا طبعا الاجناب، كابتن ايمن مزين كان قافل الاجناب بشكل كبير وكان بيرجع احمد صافي، وكان الجناح الثاني في فريق طنطا احمد الالف، احمد الالف، وكان طبعا بيضم حسب ترحيل الكوره حسام غالي واحمد الشناوي وثالث مع الطرفين. لكن النهارده علي معلول عمل كره عرضيه لاحمد الشيخ سجل منها هدف، شفنا محمد هاني عمل كرات عرضيه كتير النهارده، كان في تحرك كتير وتحرك ايجابي من الاثنين اللي كانوا بيلعبوا قدام الباكين احمد الشيخ وحسين الشحات. النهارده اللي ميز هجوم النادي الاهلي ان كان دايما في سرعه، سرعه في التحرك، في مفيش مركزيه في في في, في التمركز، كان في لا مركزيه النهارده. احمد الشيخ يدخل لجوه ويطلع لبره يفضل محمد هاني الناحيه الثانيه برده، وكان حسين الشحات وعلي معلول، وحتى لما نزل كهربا كان قدام علي معلول، كان في لا مركزيه وكان في ضغط النهارده. هو ده دايما اللي بيفك شفره المباراه، لان دايما يبقى عندك خاصه مع الفرق اللي فيها تكتلات كبيره، كل الفرق في الدوري الممتاز، وانا بقول كل الفرق يعني مش هقول لك مثلا ممكن فرقتين او ثلاثه، لا كل الفرق هيبقى ده الشكل قدام النادي الاهلي في مباريات الدوري. نادرا لما هتلاقي فرقه هتيجي تهاجم النادي الاهلي او تضغط ضغط عالي، لا هتلاقي دايما الفرق متكتله في خط ظهرها مضيقه الخطوط عشان تقدر تقفل على النادي الاهلي وتلعب على الهجمه المرتده. مهم جدا مع التكتلات دي دور الاطراف ودور الناس اللي بتلعب قدام الاطراف زي حسين الشحات زي كهربا احمد الشيخ، كل الناس اللي بتلعب دي لازم يبقى عندك تحرك سريع، تلعب لمسه ولمسه ولعبه، لازم يبقى ليك تواجد دايما في ال 18 زي ما شفنا حسين الشحات في كرات، زي ما شفنا كهربا، شفنا احمد الشيخ كان بيدخل تحرك المهاجم اللي بيبقى مهاجم صريح بقى، سواء اجاييه سواء مرام محسن سواء ازارو سواء صلاح محسن، اي حد بيلعب في المكان ده، ده اللي بينجح التكتلات الدفاعيه دي، انه دايما بيفضي للناس اللي بتلعب من تحت زي حسين الشحات وزي احمد الشيخ، دايما بتخلق له مساحه عشان يقدر يتحرك فيها، زي شفنا زي الهدف اللي فات، يعني تكمله احمد الشيخ، ولو سمير عدها لنا تاني، تكمله احمد الشيخ هو جاي من بره لجوه وعلي معلول بيعملها له لتحت، ده هدف. هي دايما لازم يكون متواجد في ال 18 عشان يعني تسجل او تصنع. احمد الشيخ في الكره الاولى في ضربه الجزاء، في ضربه الجزاء الكره الاولى كان داخل ومكمل جوه ال 18، في الكره الثانيه برضه فيرو الثاني ومكمل داخل ال 18. طيب اذا كابتن ماهر على الجانب الاخر برضه، بما ان يعني الحمد لله النهارده الكل شايف ان النواحي الدفاعيه الحمد لله كانت جيده وكمان النواحي الهجوميه، ولكن ما تزال مساله جبنا خمس اهداف ولكن
دايما احنا طماعين في المكسب، عايزين نجيب اهداف اكتر. مساله اهدار الفرص، انا اولا عايز احيي مستر فايلر والجهاز الفني. الشوط الثاني حصل تطوير يا اسلام عن الشوط الاولاني، يعني الشوط الاولاني كان فيه التكتل الدفاعي اللي عملها طنطا. احنا كان عندنا في التلت الاخير عندنا استحواذ في نص الملعب، لكن عندنا التلت الاخير كان فيه التمرير ودي اخطر، التمرير هو بقى صانع الالعاب، كانت فيها شيء من عدم الدقه وكان فيها تحس ان فيها قوه شويه. ليه بقى يا كابتن؟ برضك زي ما قلنا في الاول احنا كنا بنتكلم في دام في الفاصل يعني ان كان في اجهاد برضك والتكتل الدفاعي تمال خطوط طنطا قريبه. يا كابتن هو دي اصل النقطه دي مهمه ليه؟ لانه احنا عايزين نفهم الناس، كل جمهور النادي الاهلي وحتى من لا يشجع النادي الاهلي، ان التعب والارهاق وكذا وكذا بيؤثر بشكل سلبي على التركيز وبالتالي على الباس على الفرص الضائعه وكذا. وحتى كمان اسلام مع التكتل الدفاعي عدد كتير قوي في الثلث الاخير في ال30 يارده لدفاع طنطا بيبقى فيه صعوبه من لعيبه النادي الاهلي، محتاجه التحرر من غير كوره، محتاج الهروب من الرقابه، محتاجه الضغط بصفه اساسيه، فبتبقى في شيء من الصعوبه. لكن عايز اقول لك ان احنا كلنا طالبنا في اول ربع ساعه الهدف اللي يجي، الحمد لله قدر هجوم النادي الاهلي ان هو يسجل الهدف اللي بيدينا شيء من الطمانينه وشيء من الثقه. هرجع تاني اقول لك ان الشوط الثاني بحيي الجهاز الفني في حته التغييرات اللي عملها، يعني نزول كهربا ونزول احمد فتحي في نص الملعب وبعدين مروان محسن، عمل نوع من الكثافه العدديه داخل منطقه ال 18 بالنسبه لنادي طنطا، وكمان نادي طنطا كان بيحاول انه يعوض الهدف ده، كان بيساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نقدر ناكد الجمل التكتيكيه ونقدر ناكد التنظيم الهجومي اللي بدا من خلال الاطراف، من خلال معلول ومن خلال محمد هاني. حتى زي ما قلت لك يا اسلام ان الاهداف اللي حصلت في الاربع اهداف اللي حصلت في الشوط الثاني واضح قوي انها جمل تكتيكيه بيتدربوا عليها لاعبتنا، فيها نوع من الاتزان بين الدفاع والهجوم، نوع من الكثافه العدديه والانتشار السليم داخل ال 18، منهم كمان من الحاجات اللي احنا بنحبها اللي هي الدبل باص اللي بنتكلم عليها، يعني دي طبعا من ضمن الحاجات اللي فيها استحواذ احمد فتحي لما نزل الشوط الثاني، وبعدين قفشه والوان تاتش يا اسلام، وبعدين هنا بمهاره ومعلول شايف يقدر يلعب لمين، اسف احمد الشيخ يعني شايف يقدر يلعب لمين، فبينزل الكوره لواحد من لعيبه النادي الاهلي اللي هم المنتشرين بشكل جيد اجاييه، وبعدين يمكن ده قفشه انفراد كامل ضيعه بشكل غير موفق فيها، مش لازم غير موفق فيها ممكن يحطها عاليه شويه بس لكن عايز اقول لك ان انتشار النادي الاهلي وكثافته العدديه اللي موجوده في التيت الهجومي بتؤكد ان الهدف جاي، يعني بتدي ثقه للاعبين، بتدي ثقه للجهاز الفني، بتدي ثقه حتى لجمهور النادي الاهلي اللي بيتفرج على المباراه ان هدف من ضمن الاهداف مسافه من النادي الاهلي بيجيب جول اولادي. كنا نحسبه الكهرباء برضو يا كابتن ماهر الجون ده، ما فيش مشكله يعني، بقول لك كنا ممكن نحسبه الكهرباء برضو الجون ده، ما فيش حاجه يعني اللي شايفينه ده الهجمه دي العداد اللي ركب بتاع الكهرباء مش فاكر اتكلمنا عنها هي يعني برضو من ضمن الهجمات اللي اتعملت فيها مسانده بشكل كبير جدا لجاي، كان عايز يصلح لكهرباء اللي جاي من تحت، يعني عايز اقول لك كمان المسانده والمساعده بالنسبه للاعبين كانت فيها شيء من التفاهم بشكل جيد، والغالي ثمنه فيها اسامه ما عشان كده لا من ده عشان النقطه دي بس كان كهربا جاب جون واتحسب هاند بول على الولا على شيء فكابتن سام بيقول يعني كنا حسبنا ده كمان لكهربا فالعداد اللي ركب بتاع الكهربا مش بكارت، كارت ده يبقى بيخلص في اي وقت، لا عداد مفتوح ان شاء الله كهربا الكروس العرض يعني فتحت خير عليه الهدفين دول لمعلول، وبعدين المتابعه الجميله من احمد الشيخ يعني توقع ان ممكن علي فرج يطلع الكره الناحيه دي وهو في المكان اللي موجود فيه قدر يسندها بشكل جيد ويلعبها في المرمى، هدف من ضمن الاهداف الجميله يعني. بص يا كابتن اسلام في حاجه مهمه عايزين يعني اوضحها يعني. اتفضل يا كابتن. حته السفر الناس بتستهون بيها، حته التغير الجو الناس شايفه ان احنا بس بنطبل، والله بجد بنقول يا كابتن يعني لانه يعني مع احترامي طبعا لكن السفر بيبقى ليه تعب لا وحاجات تانيه كتير يا مرضى عادل يعني. احنا كلنا لعبنا في افريقيا
واحنا بنقول الحقيقه يعني احنا فعلا اجهاد السفر والمشاوير الطويله بتاعت افريقيا والحراره والرطوبه وضغط المباريات كمان كتر خيرهم. لا وكمان في نقطه الناس لازم تخلي بالها، يعني لعيبه النادي الاهلي من لعب في الدوري للعب في افريقيا في تغير كمان في الاشخاص والتكتيك وطريقه اللعب والفرق. دي واحد، الضغط بتاع المجموعه اللي بيلعب فيها النادي الاهلي. اتنين، الحاجه الثانيه المهمه، يعني انا شايف حتى ماتش بلاتينيوم للنادي الاهلي انا مش شايف ان هو في مشكله كبيره. ان شاء الله احنا هنوصل وان شاء الله هنعدي للدور الثاني، هنكسب النجم هنا وهنعدي مع الهلال وهنوصل. هي مباريات افريقيا محتاج انت فيها نتائج مش اكتر، جمع بنار تحصيل. يعني مفيش فرقه في العالم، يعني ده اللي الناس لازم تعرفه، مفيش فرقه في العالم بتفضل طول الوقت مضغوطه كده زي النادي الاهلي. يعني المفترض ان احنا نبقى وراهم على طول. فرق كبيره كده الفرق الكبيره كده، لانه انت بتلعب فرق كلها مقاومه. يعني لا مش ممكن هتفضل 100% على طول ولا 80% على طول. بعدين يا كابتن اسلام مشكله كبيره، انا عايز اقول لك حاجه في طريقه اللعب. لما تيجي تلاعب النادي الاهلي اي فرقه بتلعب بطرق اخرى، واحد اتنين اللعيبه بتاعتهم بتبقى مستعديه جدا، ثلاثه يعني احنا كنا زمان بنقولها اللي كان زعلان من النادي بيرجع عشان يلعب ماتش النادي الاهلي، تركيز ماتش النادي الاهلي تسويق، ماتش النادي الاهلي تسويق للاعب نفسه عايز يعمل ماتش كويس. فانت بتلاقي ضغط على لعيبه النادي الاهلي، فكون ان النادي الاهلي ماشي بالخطوات دي. اولا انا لسه كنا بنتكلم على خطواته في الدوري، 11 اسبوع ما شاء الله ماشي كويس بصوره جيده، انه بيكسب وبيكسب بنتيجه كبيره وعدد اهداف واف. احنا دلوقتي انا عارف الناس كلها املها، يعني الناس عارفه ان احنا ماشيين في الدوري الممتاز كويس، عايزه تشتغل على افريقيا، عاوز توصل لبطوله افريقيا، وده الهدف الاسمى للنادي الاهلي وكل حاجه، ولكن الطريقه مش هتبقى زي الدوري. يعني لازم الناس تعرف انه مش هتبقى المكاسب زي مكاسب الدوري. بس في حاجه يعرفوا كده عادل، يعني النهارده لو احنا بنتكلم بقى عن افريقيا، افريقيا ما انت كسبت هنا الهلال، كسبت بلاتينيوم، بتتكلم على المباريات الخارجيه مع فايلر، ما انت كسبت كانوا سبورت بره، ده في الادوار التمهيديه بعد ما كنت بقالنا فتره ما بنكسبش في الادوار التمهيديه بره ملعبك، كسبت النجم الساحلي، مصر كلها اشادت بالنادي الاهلي وبفايلر، وكمان اللي خسرت فعل فاعل، فالنهارده الكل اشاد وانت بتلعب مباراه خارجيه. مباراه بلاتينيوم يعني حاله خاصه، لا دي يوم دي قفل كل اللاعبين، في يوم بيجي تبقى انت خارج نطاق الخدمه حتى اللاعبين. وليه ما تقولش كان كمان في نقطه كمان في بلاتينيوم، كان في حافز للفرقه نفسها طبعا، الفرقه نفسها كانت مغيره ست لاعبين جداد، يعني مشوا ست لاعبين وجابوا ست لاعبين اخرين فرقه بلاتينيوم، ومدير فني جديد ففي شده وكان اخر امل يتمسكوا بيه. وبعدين انا اللي عايز اقوله لك ايه، الناس بتشوف ان النادي الاهلي بادائه الجيد ده فطمعان ان هو يكسب. اللي انا عاوز اوصله للناس حاجه مهمه قوي، ماتشات افريقيا، يعني لو احنا نرجع لماتشات افريقيا بتاعتنا في النهائيات يا كابتن اسامه لو فاكر، احنا مره كان في مستر هاريس كان مدرب عندنا، ألان هاريس لما وصلنا اتعادلنا 1-1 مع افريكا سبور هناك في افريكا سبور، احنا كنا بنلعب بطريقه دفاعيه، فلما رجعنا قال لنا هنلعب بنفس الطريقه، احنا كسبانين لو تعادلنا هنكسب، لان النهائيات وافريقيا لان النهائيات وافريقيا ما بتتحسبش بالاداء وبس، لكن فرقه النادي الاهلي مضغوطه في مباريات كتير قوي، عندها عدد اصابات كبير يعني مش قليل يهد اي فرقه في الدنيا، السفر والاجهاد بتاع السفر، فكل الحاجات اللي احنا شايفينها دي النادي الاهلي ماشي في طريق جيد، طريق كويس قوي، عاوزين الناس تصبر وتسنده طول الوقت، لازم يبقى في مسانده ليه، لانه الموضوع صعب، في صعوبه السفر ومرجع وصبر. التعب يا كابتن عادل، بمناسبه كلام حضرتك، التعب لما بتشوف الجمهور في الملعب وبيشجعك التعب بيروح. والله بجد ممكن تبقى بعد الماتش تعبان، ايوه لكن تعب الوقت بتاع المباراه نفسها 90 دقيقه وهو ده بيطلع مع الجمهور طاقات انت ما بتطلعهاش مع الجمهور، هو بيطلع الطاقات دي من اللعيبه. وانا عايز اقول لك انت محتاج تكسب سواء في ملعبك او بره ملعبك، الجمهور ليه حافز مهم وحافز رئيسي، فعشان كده ان شاء الله احنا يعني مش عايزين ننط مباراه المقاولين ونتكلم عن نجم الساحلي، لا خالص، لا خلينا نتكلم على بشكل عام. عامه النادي الاهلي كمان اسامه في المباريات الكبيره بيبان دوافع ومعدن وشخصيه النادي الاهلي، يعني حتى كمان لعبتنا بتحب الفرقه الكبيره، الماتشات الكبيره
بنظهر فيها بشكل جيد جدا، بنحترم الخصم طبعا، ما بنقللش بالبلاتينيوم، لكن احنا الثلاث اربع فرص بتوع البلاتينيوم كانوا ممكن يخلصوا. فاكر الماتش ده يا كابتن عادل؟ واحده من الفرص الضائعه في اول ربع ساعه احنا بعد ما سجلنا الهدف، لكن احنا في المباراه الكبيره فعلا لعبت النادي الاهلي بتظهر بشخصيه البطل. أيوة. النوافل عندها بتزيد بشكل جيد، فان شاء الله باذن الله احنا بس نبدا بمباراه المقاولين الاول، وبعدين يبقى نقفل ملف الدوري العام، ثم نتجه لملف لو دخلنا ليفربول افريقيا. يعني لو اتكلمنا عليه تلاقي نفسي اداء طبعا. دي مباراه النادي الاهلي ضد ليفربول، كنت ضد النادي الاهلي ضد افريكا سبورت. طبعا الكابتن عادل عبد الرحمن بيعرض هدف المباراه. احلى ما في هذه المباراه طبعا الجون، هو مش هتكلم لا احلى ما في الجون وكل حاجه، ولكن الجمهور خدت الكاس ساعتها، وانا فاكر الكلمه بتاعت مستر الان هاريس. عامل ازاي؟ بص الاستاد عامل ازاي؟ لا ما هو النادي الاهلي واخد على كده. علشان كده انا عايز اقول لك، كنت هدخل في ليفربول، انا اتكلم في نقطه نفس طريقه لعبك وشكلك. يعني ازاي ان هو برضه بيلعب في اوروبا وبعدين بيرجع في الدوري، وما شاء الله ماشي كويس برضه واداؤه كويس، بس برضه بيبقى في عنده تعادل. وبيبقى في عنده يوم تعبانين ازيد من فالمجمل ده طبيعي. يعني الطبيعي جدا، يعني الناس لازم تطمن. عارف الاطمئنان في ايه؟ انك انت بتكسب في الوقت اللي انت فيه. يعني مثلا في مباريات احنا كسبناها ممكن ما نكونش ادائنا متميز قوي، مظبوط، لكن بتعرف تكسب، وده مهم جدا، لانه في الاخر مجموع المباريات ومجموع الافنات تكسبك دوري، وان شاء الله تكسبك بطوله افريقيا، لانك لو عديت ان شاء الله تعدي المجموعه وتروح للمباريات اللي هي فيها النادي الاهلي بيعرف يلعب مباراه رايح ومباراه جاي، يعرف يلعب بالطريقه ويكون مستر فايرل كمان خد على الاجواء الافريقيه، عارف الموضوع ايه، علشان مهم جدا جدا السنه دي انك تاخد بطوله افريقيا ان شاء الله. طيب كابتن اسامه، النهارده كان في ثلاث تغييرات في المباراه. الحقيقه قلبوا شكل المباراه، مجدي قفشه في الدقيقه 60 مكان محمود كهربا مكان مجدي قفشه في الدقيقه 60، وبعدين احمد فتحي مكان محمود متولي، تغيير اضطراري في الدقيقه 66، ثم جونيور اجايه خرج ونزل مروان محسن في الدقيقه 82. ثلاث تغييرات ما شاء الله ناجحين. الدقيقه على كده الارقام، محمود كهربا النهارده بيسجل هدفين، ودايما فايلر تغييراته دايما مؤثره، حتى في المباراه السابقه بتاعت بلاتينيوم وحاله اللعيبه نزل كهربا الشوط الثاني، عمل شكل الفريق في الوقت اللي كان النادي الاهلي فايق فيه. النهارده برضه يعني كهربا بيضيف وبيسجل هدفين، وده يديله ثقه خلال الفتره اللي جايه. احمد فتحي لعب في الدور اللي لعب فيه محمود متولي، اللي بنتمنى له ان شاء الله السلامه، تكون اصابته خفيفه ويكون موجود على طول ان شاء الله. احمد فتحي برضه نفس الدور بتاع محمود متولي، مش غريب على احمد فتحي، لعبه قبل كده. يعني فتحي بيلعب باك رايت، بيلعب مساك، بيلعب وسط ملعب مدافع، فالنهارده لعب واجاد فيه بشكل كبير في الوقت اللي نزل فيه مكان محمود متولي في الدقيقه 66. مروان محسن بيستكمل يعني عمليه التهديف، مباراه بلاتينيوم بيسجل هدف، المباراه اللي قبلها نادي مصر بيسجل هدفين، النهارده الهدف الرابع ليه على التوالي في خلال ثلاث مباريات. ودايما المهاجم بيبقى محتاج يعني اهداف علشان يعني يزود الثقه عنده، فالثلاث تغييرات بتوع كهربا واحمد فتحي ومروان محسن اضافوا للنادي الاهلي الشوط الثاني. كان النادي الاهلي محتاج انه يسجل الشوط الثاني الهدف الثاني علشان يبدا يعني فريق طنطا يهدى شويه. كان طنطا طول ما النتيجه 1-0 دايما متحفظ، يعني عايز يلعب على المرتد علشان يعني يسجل هدف التعادل في النادي الاهلي، لكن الهدف الثاني اللي سجله محمود كهربا ده قتل المباراه بشكل كبير، وكان في الدقيقه 80، وشفنا حتى من الدقيقه 80 للدقيقه 91 في 10 دقائق النادي الاهلي احرز اربع اهداف. لا تغييرات ناجحه، ونتمنى ان شاء الله يعني مزيد من الاهداف والتوفيق لكهربا خلال الفتره الجايه. طيب كابتن ماهر، واحنا بنتفرج كده على سير المباراه، النادي الاهلي كالعاده استحواذ كبير طوال المباراه، ولكن ايه اللي محتاجه النادي الاهلي عشان يقدر يستحوذ اكتر خلال الفتره القادمه، خصوصا في المباريات الصعبه اللي جايه؟ لان انت هتلعب ثلاث او اربع خمس مباريات ورا بعض كلهم اصعب من بعض، سواء المقاولين، سواء النجم الساحلي، سواء الهلال، كل المباريات حتى في الدوري العام. اصعب استحواذ يا اسلام وانت داخل نص ملعب الخصم، لان بيبقى معظم الفرق زي طنطا كده، والمقاولين كمان من ضمن الفرق اللي هتقابلك بزون ديفنس، واخد بالك، لما بيفقد الكوره بيرجع نص ملعبه ويبقى شايف الكوره.
الاستحواذ هنا اسلام بيبقى في منتهى الصعوبه. يعتمد زي ما قلت لك على مهاره التمرير، بيتاخر مهاره التمرير بيتاخر من مهاره المراوغه. فانت النهارده النادي الاهلي عنده الميزه دي. النادي الاهلي لما الكره تقطع منه بيضغط عشان يجيبها، لما بيجيبها بيبدا ينقل هجمته، ودي من ضمن الحاجات اللي مستر فايلر اضافها للنادي الاهلي. بدايه الهجمه بتبدا من الشناوي من تحت، ثم خط الظهر، ثم نص الملعب، ثم المهاجمين بالنسبه للثلث الهجومي. أيوه. عايز اقول لك ان وانت في نص ملعب الخصم، النادي الاهلي متعود ان هو بيقدر يحافظ على الكوره، يعني عنده تمرير واثنين وثلاثه واربعه، واحنا شفنا الشوط الثاني في مباراه طنطا النهارده، النادي الاهلي بينهي بعد مشوار من التمريرات اللي هي مؤثره، بتبدا تبان له الثغرات في الثلث الهجومي. شفنا النهارده لعيبه النادي الاهلي من خلال هذه التمريرات يقدر يفتح ثغره يخش من خلالها عشان يجيب جول، يعني النهارده علي معلول من الاطراف بيقدر يفتح ثغره في الاختراق، ثم بينزل كره لتحت عشان احمد الشيخ يجيب جول. النهارده حاجه جميله كمان، النهارده ال1 2 اللي اتعمل بين كهربا واحمد فتحي بشكل مميز. احمد فتحي لعبها بكعب الجزمه عمرو السلية لكهربا عشان يسجل منها هدف. فانا عايز اقول لك ان صعوبه احراز الاهداف للنادي الاهلي مع التكتلات الدفاعيه ديت في الثلث الدفاعي او الثلث الهجومي للنادي الاهلي، مهاره لعيبه النادي الاهلي وذكاء لعيبه النادي الاهلي وقيمتهم الفنيه هم اللي بيجبروا الخصم انه يخطا ويقدروا يسجلوا من خلال هذه الاخطاء بالاهداف. يعني شايف احمد فتحي بكعب رجله بشكل كبير جدا بيعمل المنتوع للكهرباء، حتى بعد عمرو السلية عمرو السلية بعد الهدف راح وقال له يعني شكرا انت المفروض انك انت تحييني على حته ال1 2 التصليحه او المسانده الجميله اللي انا عملتها لك عشان تجيب جول بهذا الشكل. طيب خليني اقول لحضراتكم ايضا ماذا قال ريني فايلر في المؤتمر الصحفي. قال حققنا المطلوب امام طنطا والتسجيل المبكر وراء الخماسيه. قال فايلر في المؤتمر الصحفي انه راض عن المباراه والنتيجه التي حققها الفريق اليوم، واوضح ان التسجيل المبكر ساعد في خروج المباراه بهذه النتيجه الكبيره، مؤكدا ان استمرار الضغط على مرمى المنافس اسهم في التسجيل اكثر من مره. وعندما سئل عن الدفع بمحمود متولي في وسط الملعب، قال فايلر ان اللاعب سبق وان شارك في اكثر من مركز سواء في الوسط المدافع أو المدافع الصريح، ولم يكن مركزه اليوم غريبا عليه، مشددا على أنه راض عن أداء متولي مع الفريق. قال أيضا أن إصابته النهاردة مش إصابة كبيرة ولكنها إجهاد في العضلات، وسيخضع للفحص الطبي خلال الأيام القادمة للاطمئنان عليه. قال أيضا رينيه فايلر أن معظم اللاعبين يعانون من الإرهاق والإجهاد العضلي بسبب طول الرحلة الإفريقية الأخيرة، وده الكلام اللي احنا اتكلمناه، ولكن في النهاية حققنا المطلوب أمام طنطا بالفوز وحصد النقاط الثلاث. قال فايلر أيضا عندما سئل عن اختلاف أداء النادي الأهلي أفريقيا ومحليا، قال يرجع إلى قوة المنافسات في دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم يتباين رتم الفريق نسبيا بسبب قوة المنافسين، بالإضافة إلى الظروف المناخية ودرجات المناخية ودرجات الحرارة في إفريقيا، بجانب الرحلات الطويلة لخوض المباريات، وهذا ما يزيد من صعوبة المواجهات القارية. كلام كابتن عادل، كلام منطقي يعني، ما فيهوش يعني، حتى عندما سئل عن التباين في الأداء ما بين المباريات الأفريقية والمحلية، قال كلام حقيقي وواقعي. لا يعني هو شايف الاحساس اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، ان ضغط المباريات ومروح الفرقه في افريقيا وبعدين ترجع تلعب في الدوري، فهو عنده، هو اصلا فايلر عنده توازن نفسي دائما، يعني دائما بيتكلم باسلوب قريب من الاختصار، يعني دائما يختصر الامور ويختصرها وبيتكلم فيها بطريقه كويسه. يعني كون ان هو اولا ما بيكبرش حته المكسب دايما، يعني يمكن هو اتكلم قال لك ورا المكسب اللي هو الهدف المبكر هو اللي خلاك انك انت تجيب اهداف اكتر. لما سئل برضو عن الكلام اللي انت اللي هو قاله كابتن اسلام ما بين
التباين في الاداء ما بين افريقيا وما بين الدوري، اتكلم فيها بمنطقيه شويه. يمكن في حاجات المدير الفني يا كابتن اسلام ما بيبوحش بيها كلها، يمكن مؤتمر الصحفي لما طبعًا بيجي يتكلم فيه لازم بيتكلم بفكر اللي هو ما يكشفش طرق لعبه او مش على طريقه اللعب بس، لا على الفكر اللي هو بينتمي له وبيفكر فيه. فهو من حقه ان هو اعلاميا انه يتكلم بالصوره دي، ولكن انا شايف انه الاداء متميز واداء جيد جدا وشغال بصوره جيده قوي، وان شاء الله بعد ماتش النجم هيتبين له حاجات كثيره قوي. وانا اتمنى ان النادي الاهلي يروح ماتش الهلال السوداني، مش محتاج المباراه يعني، دي معناه ان ممكن يبقى في تعثر للهلال في المباراه بتاعت بلاتيني، علشان النادي الاهلي يبقى اهدى وافضل. لكن الصراحه اتكلم باسلوب مدربين محترفين، مدرب كبير طبعا وعارف هو ماسك نادي كبير وعارف ازاي الكلمه بتفرق قوي، فعلشان كده تبص تلاقيه في المؤتمرات الصحفيه يعني بيفكر كويس وبيتكلم وبيطلع الكلمه في مكانها المظبوط يعني. تمام اسامه، الفتره القادمه هي فتره صعبه جدا على النادي الاهلي، وبرده من ضمن كلام ريني فايلر ان معظم اللاعبين يعانون من الارهاق بسبب طول الرحلات الافريقيه وتوالي المباريات وكذا وكذا وكذا، وكل مره احنا بنتكلم في النقطه دي الاستشفاء الاستشفاء الاستشفاء. خلال انت يعني عندك النهارده مباراه، عندك يوم الاحد اللي جاي اعتقد المباراه المقاولين العرب، ثلاث او اربع ايام فرق، مش شايف ان ده قليل؟ طبعا انت النهارده حتى يعني اي مدير فني عشان يقدر يشتغل على الاخطاء اللي عنده موجوده داخل الفريق بيبقى محتاج كذا يوم عشان اللعيبه حتى تريح يبدا يصلح الاخطاء. كل تصحيح الاخطاء في خلال 3 4 ايام ما بين المباراه دي ودي تبقى كلها حاجات نظريه او حاجات يعني يا كابتن ماهر حاجات على الواقف في الملعب. كل الثلاث ايام انت بتستخدمهم في عمليه الاستشفاء، في راحه اللعيبه، كلها تمرينات خفيفه جدا، ما تقدرش توصل لعيبه لحاجه مجهده عشان عمليه الاصابات العضليه. وهو اشار للكلام ده، قال سفر طويل ذهاب وعوده، مباراه في درجات حراره مرتفعه في رطوبه، وقال برضو بطوله افريقيا بطوله قويه، يعني هو ما بقللش من الدوري المصري، قال الدوري المصري فيه فرق قويه وفيه مباريات قويه، لكن دوري ابطال افريقيا اقوى اكيد، بنقابل فرق كبيره ولازم نستعد بشكل كبير. فحته انك انت النهارده مباراه النجم الساحلي تم تاجيلها يومين، ده شيء هيفيد النادي الاهلي، يعني النهارده النادي الاهلي ان شاء الله يلعب مباراه المولين يوم الاحد، هيريح للحد اللي بعده 24 تلعب 26 مباراه النجم، يديك حتى افضليه اكتر، عمليه استشفاء، تدي اللعيبه حتى يوم اجازه، حتى المصابين يريحوا اللعيبه المصابه، تقدر ترجع، تقدر تجهز كمان بشكل افضل. خلي بالك احنا اللي كان بيميزنا مع مانويل جوزيه علشان الفتره اللي احنا اخذنا فيها بطولات افريقيا يا كابتن اسلام، حته ان عدد فرق الدوري تتكلم في 13 فريق في الدوري، 13 فريق في الدوري يعني انت بتتكلم في 26 مباراه في الموسم، النهارده عدد المباريات زاد 18 مباراه، فبقيت بتلعب 34 مباراه النهارده. العمليه النهارده بتتكلم في حوالي 8 مباريات زادوا على اللعيبه، فانت النهارده عدد المباريات زاد، فانت كنت في الوقت ده ما بين مباراه الدوري ومباراه افريقيا بتقدر تستعد بشكل كويس، انت خلصت النهارده مباراه الدوري تقدر تدي اللعيبه راحه لو يوم، تقدر تجهز، التجهيز ده بيبقى تجهيز بدني وخططي للملعب عشان تقدر اللعيبه تقدر ما تفصل ما بين مباراه افريقيا ومباريات الدوري. فكنا دايما كل مباراه في افريقيا ليها استعداد خاص، ليها استعداد سواء نواحي بدنيه سواء نواحي فنيه، طريقه اللعب اللي هتقدر تلعب بيها في المباراه القادمه خارج ملعبك او جوه ملعبك، كنا احنا بنجهز للمباراه بالشكل ده عشان كده كان عندك وقت. زي ما بقول لك عدد الدوري 13 فريق، فانت بتلعب 26 مباراه، 8 مباريات زادوا دلوقتي على النادي الاهلي، بقى لنا فتره بتلعب الدوري 18 فريق، ف 18 فريق ده بيزود عدد المباريات، زائد بقى بتشترك في بطولات اخرى، فده اكيد اجهاد كبير للعيبه، بوصل للعيبه النهارده عمليه تدوير اللعيبه خلاص بقت شيء اساسي، ما تقدرش تعتمد على 11 لعيبه او 12 لعيب، لا ده انت بتفتح دلوقتي ممكن تعتمد على 22 لعيب. كل لعيبه النادي الاهلي دلوقتي شاركت مع ريني فايلر باستثناء صالح جمعه هو اللي ما ظهرش الوحيد مع ريني فايلر، كل اللعيبه ظهرت، حتى صلاح محسن خد مباراه او اتنين، جيراردو لعب، محمود وحيد لعب، علي معلول، فتحي، صلاح، يعني كل الناس الموجوده لعبت، فانت مضطر هو لعمليه التدوير نظرا لكم المباريات الكتير وعمليه الاجهاد اللي دايما وعمليه ان كل ثلاث ايام بتلعب مباراه.
طيب هنكمل كلامنا. وفوز النادي الاهلي الكبير على نادي طنطا بخماسيه مقابل لا شيء. هنطلع فاصل بس نريح شويه ونرجع نكمل رايح حضراتكم طبعا شويه، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. النهارده بالمناسبه كانت كان توقيع العقود ما بين مجلس اداره اتحاد كره القدم او لجنه الخماسيه التي تدير اتحاد كره القدم، وما بين مجلس ابو ظبي الرياضي لاقامه السوبر المصري المحلي ما بين النادي الاهلي بطل الدوري ونادي الزمالك بطل الكاس في ابو ظبي ان شاء الله يوم 20/2/2020. النهارده كان توقيع العقود زي ما قلت لحضراتكم، وده شيء جيد جدا ان هتقام مباراه كالعادة الحقيقة خلال الفترة الأخيرة كل مباراة السوبر المصري بتقام في الإمارات، ومشكورين الحقيقة أصدقائنا وإخواتنا في الإمارات عاملين حاجة جميلة جدا وشكل رائع جدا لما يحدث دائما في البطولات السوبر. هنشوف الفي آر في أو كيفية أو تطبيق تقنية الفي آر في هذه المباراة، أيضا هنشوف 500 ألف درهم للفائز في هذه المباراة و300 ألف للخاسر في هذه المباراة، وبالتالي حاجة جميلة جدا جدا معمولة. لازم الحقيقة دايما نشيد بما يحدث من أشياء جميلة خلال هذه الفترة. أعتقد يا كابتن ماهر برضو شيء رائع مباراة السوبر ستقام خلاص رسميا إن شاء الله يوم 20/2/2020 في أبو ظبي، والنهاردة تم توقيع العقود. هو اول بطوله اتنظمت اسلام بالسوبر في الامارات، يعني كانت حدث جميل جدا للاهلي والزمالك. شفنا التنظيم لدخول الجماهير الاهلاويه وجماهير الزملكاويه، شفنا ارضيه الملعب، شفنا الامكانيات الجميله اللي موجود عليها البنيه الاساسيه لملاعب الامارات، واحنا كنا بنشيد بالفير بلاي في هذه المباراه. يعني النادي الاهلي كسبها، كان بطل السوبر النادي الاهلي، اللقاء كان لقاء ممتع بالنسبه للفرقتين. النهارده طبعا كل سنه عن سنه بتزيد الامكانيات التقنيه والبث الفضائي والجوائز اللي معموله في السوبر الاماراتي بين الاهلي والزمالك يوم 20/2، ومنها طبعا تقنيه الفار اللي هتساعد بشكل كبير جدا على تقليل اخطاء الحكام، لكن هي هتحرمنا من متعه الاهداف، لان انت دلوقتي كل ما الهدف بيتسجل في تقنيه الفار في الفار تلاقي حاجه غلط، الناس تحتاج فنضطر نستنى اسامه نشوف قرار الحكم ايه، فبيضيع نشوه الهدف ونشوه الجول بشكل جيد. لكن طبعا تقنيه حديثه، واضح قوي ان مباراه السوبر القادمه بين الاهلي والزمالك هيبقى فيها تقنيه عاليه جدا من ناحيه البث التلفزيوني. والنقطه الثانيه بالنسبه للجوائز، طبعا 500 ألف للمركز الاول و300 ألف درهم و300 ألف للمركز الثاني، ما كانش السوبر قبل كده فيها جوائز بهذا الشكل. فده اذا كان بيدل ان فعلا دوله الامارات من الدول المتطوره بشكل كبير جدا في كره القدم. المباراه دي اعتقد يا كابتن عادل من الممكن ان تكون بدايه تطبيق نظام الفي ار خلال او الفار خلال الفتره القادمه في الدوري المصري. يعني اولا عاوز بس احيي حاجه الامارات، يعني دايما سباقين في حاجات كتير قوي. يمكن كمان سعادتي ان هم عملوا كمان لقاء السوبر الاماراتي عملوه في مصر هنا، كان في استاد الدفاع الجوي، كان برضو يوم ناجح قوي وكان العلاقه جيده. والحاجه المهمه في المباراه دي كمان المغتربين المصريين في الامارات طبعا. دي حاجه مهمه جدا، يمكن الناس بتبقى سعيده جدا بوجود الاهلي والزمالك، وسعيده جدا ان هم يتفرجوا على مباراه كبيره زيها. ولكن تقنيه الفار بالنسبه لمصر يا كابتن اسلام، افتكر انه هتبقى فيها يعني ايه صعوبه شويه يمكن في مصرنا. ما هو كابتن اسلام كان بيسال على انها تتطبق في الامارات، وبعدين علشان تقدر يعني. عشان تقدر نجيبها يعني في الدوري بتاعنا. كابتن خلينا نحلم،
يعني خلينا نحلم نتبسط يعني, خلينا نتبسط لغايه يوم 22/2 يعني انا بعد 22/2 نصطدم بالوحده. انا بيني وبينك يعني اتمنى طبعا ان هو يتم تطبيقه, ولو تم تطبيقه كلنا هنقول شابو للجنه الخماسيه. لازم لازم تطبق. ليه؟ لانك انت من من المقاييس انك انت دوله في كره القدم بتكون جيده انك انت بتكون مواكب للاحداث العالميه, يعني البطولات طبعا العالميه. انك انت لازم الدوري المصري على فكره كان من يعني افتكر انه الدوري الاولاني في الشرق الاوسط اولا, وكان في افريقيا ثانيا. دي حاجه مهمه جدا, لازم نرجع بالتقنيات الفار. عندك ملاعب على اجل على يعني اجمل مستوى. مستوى دي حقيقه. ان شفت بطوله افريقيا اللي احنا نظمناها في مصر كانت الملاعب شكلها ايه كلها. احنا عندنا ثروه كبيره قوي يجب الحفاظ عليها. يجب ان احنا في حاجات صغيره يعني الفار اللي ايه يعني امكانياته ايه او فلوسه ايه او دخله ايه او نشتريه بكام. ما تشتري انت 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 مصر يعني لازم تكون سباق في كل حاجه زي طول عمرك انت سباق في كل حاجه. تعرف لازم نعرف ان احنا اسسنا الكوره في الخليج كله كمصر يعني المدربين المصريين كمان اساموا بطريقه كبيره قوي ان هم نشروا كره القدم في الخليج وبقى شكل جيد. فانت مصر انت يعني ما فيش مانع انك انت تستعين بالخبرات اللي بره. لازم تواكب العصر, لازم يبقى عندك الفار ولازم نشتغل عليه. ولما نجيبه المفترض نجيبه بشكل جيد, علشان لو جبناه مش بشكل جيد هتبقى مشكله كبيره. فانت لو تقدر تجيبه وتشغله كويس هاته. لكن لو اللجنه الخماسيه كابتن عادل يعني خلال الفتره الفاتت بيقولوا ان شاء الله يكون موجود خلال الدور الثاني, يعني بدا فعلا تدريب الحكام, وهيبقى معاك كابتن نصر عباس. يا كابتن اسلام اكيد هتساله في النقطه دي, هو هيكون اكيد يعني ادرى من كان معايا في الحلقه الأسيال السابقه وقال ان هو قال يعني صعب صعب, هو قال صعب. لكن خلي بالك علشان عايز ترتقي بالدوري وعايز النهارده كسلعه وعايز تسوقها وعايز تطلب فيها فلوس كتير وتسوقها بفلوس كتير, زي ما الكابتن عادل قال ملاعب محترمه, لازم طبعا تدخل الجمهور, يبقى في عدد متواجد من الجماهير في المدرجات. من ضمن انك تسوق الدوري بتاعك او السلعه بتاعتك لازم تكون مواكب الحاجه اللي بتحصل في كل العالم, ان يكون الفار متواجد ويكون موجود في كل المباريات. ما هو مقياس الدول يعني انت الدوله الاولى في افريقيا في كره القدم المفترض. طول عمرك انت اكبر عدد من بطولات افريقيا انت اللي واخدها, انت الريدر في افريقيا يعني. فيجب انك حتى لما تيجي تدخل كل التقنيات الحديثه بتاعت كره القدم لازم تدخل بطريقه جيده, لازم تتدرب عليها كويس قوي. على فكره حلاوه كره القدم في اللغط, في الكلام, في الاخطاء. دي كره القدم, ده جزء من كره القدم الاخطاء. وانك انت يبقى يكون عندك فار هيبقى في شغل كتير في البدايه, ممكن الناس ما تتقبلوش لان هيعطل اللعب كتير, لانه الناس فاكره ان في الفار مثلا انك لازم توقف كل كره وتشوفها كل كره. انت هتلعب الماتش في 8 ايام على كده. علشان كده علشان كده هنا بقى سامين كان جايب لنا لقطه في اساس التعطيل. لا يعني انت يعني انت لو عندك لازم التثقيف يعني في المهم انك انت لما تيجي تعمل حاجه جديده لازم التوعيه ليها كويس. يجب انه كمان الانديه تعرف الفلسفه من الفار ايه. يعني ما يكونش انت عارف انه اللاعب في ارضيه الملعب مع الحكم لو اشار له انه يشوف الفار لازم يديله انذار او يطرده. دي حاجات كتيره. خلي بالك كابتن اسلام ده الفار ما بيكشفش بس الاهداف, ده ممكن بيكشف السحر كمان كمان. يعني الفار اللي هيدخل مصر بليل ستيل يحقق العداله, يحقق العداله ويطلع لك كمان لا ومش جايين يطلع لك الجن والصحراء اهلاوي كمان. يقول لك يطلع لك الجن والصحراء اهلاوي, يقول لك الجهاز اصله الجهاز دمه احمر. ما كل الدم احمر يا جماعه. لا مره مدرب اسباني او برتغالي, حكم برتغالي اللي حكم اللي لغى المباراه بتاعت الاهلي والزمالك لو فاكر, بتاعت ابراهيم حسن لما خبط من تحت ايمن عبد العزيز. ايمن عبد العزيز في اول تخيل فيه. انا فاكر كانت الكاميرا في الملعب طلعوا قالوا دي. لا بص اللقطه دي يا كابتن عادل, اللقطه دي احنا جايبينها بس لقطه حلوه. بص دي في دورات الرمضان. بص بقى يا كابتن, بص اسمع سمعنا الصوت بس يا جماعه جوه, والحكم هنا بيطبق تقنيه الفار. اسمع ضرب الجزاء صحيح, ضرب الجزاء صحيح, بيقول له ضرب الجزاء صحيح وهو قفل كده.
والله فكره جيده. فكره جيده يعني. واحد بيبص بره ما هو ده اللي بيحصل. واحد تاني بيتفرج على المباراه وما بيتفرجش على حاجه. الحكم بيثق فيه. فراح له قال له قام عامل له كده قال له راح له على حسب الفار يعني جون راح له ضربه جزاء. هو صاحبه كمان خلي بالك وبيثق فيه قوي. خلي بالك ما هو ده اللي بيحصل بس طبعا مش صاحبه ولا حاجه لكن هو انا في انجلترا مثلا عندما يتم تطبيق نظام الفي ار بيعمل ايه؟ بتطلع فوق بتعمل لها كابتن ناصر عباس كان معايا في الحلقه يوم الحد اللي فات في ملعب الاهلي بالليل وشرح الموضوع بيبقى ماشي ازاي والامور بتمشي ازاي بيتعمل فوق كل حاجه وبعدين هم اللي بيدوا القرار للحكم ضرب الجزاء او مش ضرب الجزاء طرد او مش طرد تسلل او مش تسلل لو في حاجه جدليه بقى يروح هو يبص بنفسه لو لما بيكون هم مش الفار بيتحكم في الجيم يعني الفار يعني هو اللي بيتحكم في الجيم وبينقل للحكم عن طريق السماعه اصدار القرارات كامل اللي بره بيبقى فيه تصويت على اللعبه بسرعه يعني بيتفرجوا عليها ويصوتوا عليها لو هم بيبقى عادل بيجيب الحكم مشكله بتبقى صعبه اي نعم الفار هيساعد الحكام بشكل كبير جدا وحقق عداله وحقق عداله بشكل جيد لكن انا عايز اقول لك حلاوه المتعه بقى في احراز الاهداف صح واخد بالك في الحاجات اللي فيها سنتيمتر تسلل ولا مش تسلل يعني احنا عايزين ان الحاجات دي تبقى لصالح الفرد اكتر احنا عايزين احراز اهداف عايزين نشوف جوال كتيره واخد مش عايزين نشوف تعطيل بهذا الشكل لكن انا بتكلم على النشوه بتاعت احراز الهدف اكتر دوله في العالم بتنفذ الفار بسرعه عندهم السرعه في انجلترا يمكن انجلترا البلد الوحيده اللي الدوري الوحيد اللي ممكن بيحسمها بسرعه لكن في دوريات بتقعد فعلا ممكن يبقى الحكم بيدي 7 و8 دقايق و10 دقايق وقت اضافي علشان الفار لان المشكله في ايه يا كابتن المشكله انه بياخد الملعب كله انت ممكن تاخده فاول ممكن تاخده بضربه ممكن يبان له فاول من الاول خالص وبالتالي بوظنا عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير مع دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد كره القدم وكابتن محمد فضل عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم او اللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد كره القدم خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم انا مفوض من قبل مجلس اداره ولكن احنا كلنا في الاخر احنا بنتكلم وبنتناقش مع بعض وبناخد القرار يمكن الجانب الاماراتي السيد عارف زي ما شكرته السيد عارف العواني امين عام مجلس ابو ظبي الرياضي هو ده اللي ساعد على كل حاجه واحنا قاعدين احنا مش قاعدين في جلسه تفاوض احنا قاعدين بجلسه شراكه فانت بتطلع افكار بتوافق ريفينيو بروفيت دخل مقابل التذاكر كبير جدا جدا للاتحاد المصري كل الفاسيلتيز موجوده والحمد لله الفار والطاقم التحكيم الاجنبي وحتى حريه الانديه في السفر امتى ومن جهه ايه كل الكلام ده يعني كان موجود استاذ محمد بن زايد يعني استاذ محترم يساعد اي لعيب ان هو يقدر يطلع كل حاجه يعني هو امكانيات كبيره جدا الامارات فان شاء الله باذن الله نشهد مباراه محترمه زي ما حضرتك قلت كده يبقى في فار في طاقم تحكيم اجنبي ان شاء الله باذن الله زي ما وعدنا انه يطبق الفار من الدور الثاني لكن مش المهم ان هو يطبق الفار المهم يبقى الحكام كواليفايد ان هم يقدروا شغالين دلوقتي في طبعا ملعب الفرعي استاد القاهره والانستراكتور موجود وبياخدوا على طول ضغطين 28 يوم وباذن الله المصريين متعودين ان ما يبقى فيه برضه تحدي بيبقى فيه نجاح باذن الله. يمكن استضافتها في دوله الامارات بتزيد الامر تسويقا وتزيد الامر تشويقا من الجانبين تسويقا لان هو طبعا هم كجانب تسويقي مهم جدا انه يغطوا الحدث تسويقيا بشكل كبير تشويقا من الجماهير اللي هي هتبقى هناك سعيده جدا الجاليه المصريه هناك انها تشوف الاهلي والزمالك وتشوف الكلاسيكو العربي الكبير على ارض الامارات برضو في جاليات الاماراتيه نفسها الامارات الشعب الاماراتي بالاضافه للجاليات اللي بتشتغل في الامارات كلها هتفرج على الكلاسيكو المصري انت عارف كابتن شريف طبعا الاهلي والزمالك لما يكونوا في نهائي السوبر بيبقى حدث رياضي يعتبر الاقوى والاكبر في كل الدوريات العربيه ده اذا ما كانش من ضمن اقوى الاحداث اللي بتتم على مستوى العالم وبالتالي المنظم كمان في دوله عاشقه لكره القدم زي دوله الامارات هيكون متابع من داخل مصر بالملايين ومتابع من داخل الامارات ومتابع من دول الخليج بالكامل كمان هتبقى في احتفاليه قبل المباراه الاحتفاليه هتزيد الامر كمان تسويق وتشويق واثاره اقامه احتفاليه قبل المباراه مهم جدا اقامه مثل هذه المباريات واحنا ام الدنيا على وقلب الوطن العربي ان احنا ننظم الحدث في دوله الامارات الشقيقه وده بتعكس الصوره
الحسنة للعلاقة الاجتماعية والعلاقة السياسية والعلاقة الاقتصادية اللي ما بين مصر وما بين الإمارات وما بين كل الدول العربية. فده لها جانب تاني لابد ان احنا نكون مدركين واعيين بالنسبة له. وبعدين الجماهير المصرية بعدها بأربعة أيام هتستمتع بالأهل والزمالك تاني على أرض على أرض على أرض مصر. الأمنيات الطيبة إن شاء الله للجنة الخماسية في هذه المباراة. هذه المباراة دايما بتكون مباراة احتفالية، من المفترض أنها بتبقى في نهاية العام وبداية عام آخر، ولكن هي احتفالية لكل المصريين المغتربين الموجودين في بلدهم الثاني في الإمارات. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المباراة واحدة من أفضل وأهم المباريات اللي هتتلعب خلال هذه الفترة. كابتن ماهر، أخيرا لو حابب أن أنت تقول بعض النصائح للفريق خصوصا في ظل هذا الضغط العالي من المباريات زي ما حضراتكم اتكلمتوا، والضغط العالي من التركيز كمان داخل المباريات. عايز اقول لك يا اسلام، هو ده حال نادي القرن، نادي البطولات، ان طول عمر النادي الاهلي طبعا محطوط تحت ضغط بشكل كبير جدا في كل المباريات اللي هو بيلعبها وكل البطولات اللي بيلعبها، ومطالب النادي الاهلي ان يكسب جميع البطولات. ف عايز اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي قادره ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، وده مطلب جماهير لجمهور النادي الاهلي، ان احنا البطوله الغاليه علينا اللي بقالنا 4-5 سنوات هي البطوله الافريقيه. انا شايف الحمد لله رب العالمين ان احنا ماشيين بخطوات ايجابيه في الدوري العام، العلامه الكامله في ال 11 مباراه اللي احنا لعبناها. كمان بالنسبه للبطوله الافريقيه ان شاء الله قادرين ان احنا خلال المباراتين اللي جايين دول نوصل اول مجموعه من خلال مكسبنا لمباراه النجم الساحلي ثم مباراه الهلال السوداني في السودان. وعايز اقول لك يا اسلام كمان ان الجهاز الفني مستر فايلر واضح قوي ان هو موضوع التدوير وموضوع الاستشفاء بيأديه بشكل احترافي على اساس ان هو يقدر يقاوم بشكل كبير جدا الاجهاد الواقع على لعيبه النادي الاهلي. نتمنى عوده الاصابات ان شاء الله عوده حميده وبسرعه، لان احنا محتاجين كل لعيب ايوه اللي موجود في القائمه خلال الفتره القادمه ان شاء الله. كابتن عادل، يعني اخد من كلام الكابتن ماهر في الاخر اللعيبه، وده حاجه مهمه جدا، اللعيبه لازم تكون عندها استعداد جيد جدا. كل اللعيبه اللي في القائمه في النادي الاهلي وكل المتأيدين افريقيا وكل اللي متواجد بيلعب في النادي الاهلي لازم يعرف انه هيجي عليه الدور ويلعب، لان ضغط المباريات هيبقى كتير قوي، الشد العصبي بتاعه المباريات هتبقى كتيره، ممكن يكون في لا قدر الله اصابات، ممكن النادي الاهلي هيبقى محتاجك كلاعب، محتاجك في مباراه مهمه قوي، انك لازم تادي، لازم التفاني ما بين اللعيبه، وانا شايف دي شكلها كويس قوي. حتى كمان التعويضات اللي جايه في يناير بكهربا كمان لما جه مع الصفقه الجديده، افتكر ان انت لا الصفقه الجديده لسه باقي عليها رتوش اخيرا، يعني بتكلم لما لو جت يعني ان شاء الله. كهربا خلاص ما بقاش قديم بقى، الراجل اللي عداد ركب خلاص. لا كهربا بقى الصوره طلعت كمان. بس هو المهم في اللعيبه لازم يعرفوا ان في اي وقت اي لعيب بعيد قريب هيلعب لازم يلعب وينزل يأدي، علشان التفاوت في المستوى ما يبقاش في مباريات صعبه وحاسمه. علشان كده لازم اللاعبين يعملوا حسابهم ويتمرنوا كويس، والحفاظ على الحته البدنيه بتاعتهم، وحته الاستشفاء لازم النادي الاهلي يشتغلها بصوره جيده، والجهاز الفني افتكر انه بيشتغلها بصوره جيده، افتكر ان في حاجات تعويضيه في الوقت الحالي ممكن تتاخد كويسه تساعد النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن اسام، المباراه اللي جايه مباراه قويه جدا امام المقاولين العرب النهارده، طبعا خلاص بتقفل مباراه طنطا وصفحه طنطا وبتبدا تجهز لمباراه المقاولين اللي انا شايفها هتكون يعني مباراه شبه مباراه النجم الساحلي، مفترق شبه نجم الساحلي بالظبط. برافو عليك كابتن عماد النحاس، بيلعب بطريقه هنقول زي النجم الساحلي، فريق قوي ارقامه هي اللي بتقول كده في جدول المسابقه. فالنهارده اول الدوري مع ثاني الدوري، عماد النحاس بيلعب بيقفل بشكل كبير، بيعتمد على السرعات الموجوده عنده، فده هتكون بروفا يعني جيده لمباراه النجم الساحلي. ان شاء الله النادي الاهلي يستعد ليها استعداد
كويس ويقدر يكسبها ويقدر يفرق في مسابقة الدوري ويأكد كمان احقيته انه يكون متصدر لبطولة الدوري. حاجة تانية اتمنى ان شاء الله في مباراة المقاولين القادمة ما يكونش عندنا اصابات، تكون كل اللعيبة موجودة، المصابين يرجعوا، نقدر نستعد استعداد افضل ان شاء الله لمباراة النجم من خلال مباراة المقاولين القادمة ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ماهر، والف مبروك. مبروك يا كابتن اسلام. الف مبروك يا كابتن عادل. يسلمك. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، والف مبروك. اخيرا الحقيقه عايز اقول لحضراتكم ان نادي الاهلي بيفوز على نادي الزمالك في الباسكت بول في دوري السوبر في صاله عبد الرحمن فوزي في 100 عقبه، وبكده الاهلاويه النهارده اكيد مبسوطين جدا في بفوز في كره السله وايضا فوز في طنطا على فوز في كرة القدم على فريق طنطا. النهاردة أيضا الأهلي فاز على الزمالك 93-83. ألف مبروك لكل الأهلاوية. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنكمل كلامنا، ولكن من خلال الأرقام والإحصاءات الخاصة بهذه المباراة مع دكتور أحمد ثابت، هيقول لنا برضو من هو نجم هذه المباراة.